بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعوة في الولادة. وكسب سنية الدعوة إن لسكو يارو وليمي إيو دعاء إيو مراد لسكو يارو في الولادة دالماء المدى الشي درتيت إن الماء دا الشي وليمي إيو مراد لسكو يارو يا لغة الله يا حنصوم الرأي الختان إيو سائل خصاب سن دعوة ده قفك اللو ويرايو تاسا قدام بيسي تنوى ولادة دي للمدي المرأة الشيء حال يراها العقيقة دي المها مركو دا الشماء في القورعة أما لبنا في القورعة ويلكيبة حال يراها عقيقة لراها إلا أجيبنا وصنو. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي قال وحير الزرنا بلال بن حلي وحان زيارني يحيى بن حسان في قريته بنكو زيارني قرية ديسي تولدي سي مقال ديسي وإن مركا يكال قرية هايين وإنت كتاقين قرية دودي مقال دودي أي مقالك لأو يحيى بن حسان دقنية أو تقينو زيارة وأنا أرمها في عن فضل غبضا زيارة الأخي لأخيه المسلم لأجل الله إنو ولالكيس المسلم كاقفك زيارته وهو ميل أو تقوير هذا وحن أسعد هبل إنا صوب بغضا صوب سلامه حتى إنو جرنيها شرط معها سلام تيسا بوقشة ديسا وتقيد ديساس أجري ثواب على رحلها وكي النبي عليه السلام وكشيكيين نن المسلمة والاريكي سو صاحبة هي مقالك لأو تغي هذين وسو زيارته ملك وإلهي دحضة وقرية بن آدم اسكال لغي الضوء ورئيستو جير المحادة عايو ننكاسي أذيين دحي وحنو دحي ومال إيا دنيا مجرتي ألا درتي ما نزيارنا يا بير حانا هاي بير رسول إلهي سو دري حدو قاتا إلهي نوكو شعلاضي وكان راضي نغضي وكما قال marka ajir iyo fadli baa lagu helaa arintaas tazawurka iyo isboqashada iyo isxiriirinta zurnaa yahya bin hasan fi qaryati baan ku ziyaarnay ana aniga iyo wa ibraahim ibn adham aniga ibraahim ibn adham wa la marka wa abdul aziz ibn qarir wa musa ibn yasar afar bin qadin afar ayagu aba waxay dhayn aan u tagno soo booqano ولكن يحيى بن حسان فجاءنا وجاءنا بطعام هديه لو تغسغي ولا بوقدي وافرحي اسغنا سو دوين بو بلاباي جاءنا وحنوري من بطعام راشد انت نو دياري وير كار اسو دواده الا هو احسان الاصلاف الجزاء الاحسان الاحسان ويان او وناك بالاس نفسنايا من صنع عليك معروفا فكافئ ذوي فامسك موسى موسى أفرتي كميدة الزائرين تهابا وحوق عنتي سرابتا كيستاغير عنتد عنه صدح ذي كلا دي أسكاق بلاي موسى أمسك موسى وكجوغي عنتد عندي واسكدهي واسكديدي وكان صائما إلا ذي الوطا صفت الحوي وصوه منايو صون كي سيب روائنو إلى شهر صون كنو صون سنة فرض معها فقال يحيى وحيري يحيى بن حسان كلا بغضي قولي يسل جوغي ayaa dabcayno ninkaas cuntadii la cuno oo dadkaasi martiqaadkooda ka qayb qaato oo tan qalbigiisa ku faraxsan yahay bedelku waa Soomaali intuu dhahaas intuu dhaho asoo afkiisa qabo ka noqon laha markaas uu deena wuxuu ku booriyay oo uu u sheegayaa inuu ku qanciyo in maanta uu iska furay fiicanta marka wuxuu yiri faqala yahya wuxuu yiri amana fi hada almasjid مسجد كان عاد بغالدا لديغو تيمادين مسكن كيا لا وها امام نو نوقدي رجل من بني كناره تريبرو كنانا من اصحاب النبي صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم
من صحابي أو ربنا كنانا أيام مساجد كان إمام نوغو 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 تشي يكنا كنيدي سنة وحالنا أبو قرصافة أيا كنيدي سنة لها مقعي سنة قدال بكاك شيك دونا جندرة أيوكو مقعاكو شيك دونا 40 سنة أفرطان سنة أي إمام نوها مدرروي 4 عقود بينها أفرطان سنة أي نكا إمام نوها يصوم يوما ما إلا ويصوم جري ويفطر يوما ما إلا ويفطر جري مدد عدير نكا ما إلا سوم ما إلا أفري لقا نقطي ورد نقطي يا هدنا وحاد عذي فولد لأبي غلام موسى هذا الكحاوة يحيى بن حسان حولي أباه حسان ويل بأودر شيء فولد لأبي غلام بأودر شيء فدعاه يا ري نكا إمامك هاي مساجد إمامك كا هاي أبا كرصافا هابو ويري اباها يو في اليوم الذي اسلام علينتي يصوم فيه وسوم جري ما له وسوم جري ما له فرج ما انت سوم جري كسو هلت الدعوه يا وليمدي فافطر وافري سو سدا انت دائم جري وهدنا ما دام او لو يري مولود كاد اشي عقيقتي سي مرادك سي دعوتي سي وافري صادرتت سو دو با كلين هوي فقام ابراهيم ابراهيم ركو انت شيخ فقام ابراهيم إبراهيم بايستاغي ونك صاحبها هاي موسى ودا سعودي نك ديدنا فكنسه بكسائه كنسه اي سحبه وعسوجي ذي بكسائه قيس سو دغو بوير واد مقشاي وافطر موسى موسى واقبلوا وافر انت دي بوخ كوناي نك قفكه سونكه سنه سومن او بنات يرو افرو وقت كستبه جوغني سور نستنبه سو سنه ماها اجر بوكهري هدي ولا الكيس وليمدي سي دعوتي سي يو واقبله وهدنا عنو راله دو كو نوقدو كو قنعايو انتديسا انو اقبلو اجر بوكيريا سونكي وافرن واحد دمي كبا سو غاراي لانا متنفل بوهابا سنو هاو سومنا قال ابو عبد الله لو حجر ابو قرصافه اسمه عيسو جندره ابن خيشنه يلا دا من مغا ادق ويانو صحابه النبي كميديانا ولا يري رضي الله عنه waxaad garanaysaa saxaaba badan oo nabi saxaabadiisa kamid ah oo magacooda la aqoonin ayaa jira oo gariib ah oo aba saxaab mufradaat baa leeyahay hadiis oo yar ay wariyaan hadiis oo daciif isnaad weeyaan oo ninka la yiraahdo bilal isnaad ku jira majhuul weeyaan hadithu bayhaqina wa soo saaray fi sunan al-kubra dumayra ibn rabi'a sawna wa saduqun yahim qaliilan saduqun yahimu qaliilan بلال بن كعب العكير ومجهول مجهول ويان نعم لكن وقفك الصومر وافري كره وارم بنانو وسهلنو دب الله لهوي دب الله لهين هذول افري لو انت اسكح حاضر او اقبلوا يا دعوه من سو اجيبه وافصرنا وصومر او سدا كو قنعينا ايدنا وا بنانته بابو تحنيك السبي الما هيري حتى دشه تحنيك لو سميهو حنقه وا اقصل فم ويان او هلكاس دم حلقه oo ilmaha wax loo mariyo macaan afki intii wax loo waxay lagu dhajiyay taxniin la yiraahdo qaal hadathana hajjad bin minhal qaal hadathana hamad bin salama an thabit min aslam ala nas bin malik qaal dhahabtu waxaan tagay buu leeyahay abdullah bin rabi dalhan u tagay abdullah dhahabtu waxaan la tagay oo qaaday oo horay u sii qaaday bi abdullah bin rabi dalha baada musaaxabadi way abdullah bin rabi dalha oo walaal ay yihiin xagga hooyada oo hooyadiis oo muslim ay dhashay dhanka kalena abu dalhihi uu la noolaa hooyadii qabay ba dhalay waa isku hooyo kala aaba ya dhashay ila nabiga nabiga kaleey salaam aanu geeyay yooma wulida maalintii la dhalay baan naftirkeedii baan qaaday wa nabiga oo hooyadii baa waxay tiri inta waxaaf ka saarin qaado la gaar nabiga kaleey salaam soo barakeeye oo soo dhamaxalageeyo wa soo gardaadiye wa nabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiguna fi abaatin araa ayuu qabaa oo goob iska yir qabaayo oo iska dhar yareystay yahna uu nabigu wuxuu daamurinaya بعير النيف قيل الله وصق الله أبو دامرين يا يهنو أي يصطبق بال حواها بارك اللي يراه ذا قارك إيه دامرك إيو أيوة حمرنا يا نيف قيله أورط إيو قيل إيه بك عنده إيه حمرته عنده يحكون عن أيو هو على ده لكان إيو داوي لما ريوي داوي لما ريوي يعني يهنو حمر كاسر لكان بحنا يا يو وعمرنا يا دامر بعير له نيف ولها فقال وحو النبي يقول مركي المه انا حتى دشه مجقه انا صوبها والنبي قال عليه الصلاه والسلام الله كان يقول النبي الله كان الا دبخ له حدو دشه النبي عليه الصلاه والسلام قصه ايا جرت هره او اوغا
وابو الضحى ام سليم الاحمر والما يرو كسقيري وانت صبرتي ولي وزوج كيد صبر سيسي ابن كيبو اقل يو علول غلي ويل كان يرى عبد الله ليرادو ابي كاسو علول غلو نبي دعاديسا كو دحداي او يري الله يني بركه ابنكينا بركدي با مركه الهي و خو سيي ويل ويل كيبو نبي عليه الصلاه والسلام يو دب خليين ربايو مغعو بخيي فقال النبي وحير معك تمرات ما وضع حبضت تمره قلت نعم ها فناولت النبي عليه السلام من تمر أديبي تمرات حبرت تمرها فلاكهن النبي عليه السلام وعلى ليه أما وحوها والروجي ثم كب بعدي فغر وحفر فسبي أو فسبي إنه يرى أفكي سو أن النبي سوك لقاعدي يو أوجرهن أو رضا أو شبي إياه النبي عليه السلام أوجرهن حبديه تمرتها أو لقوية وعرب النبي عرفت النبي عليه السلام أي قيسي أيوه نبي كشبه إياه إلمه يرى سبقها أو جرى أدخل وحود لهن حبديه تمرتها يو كو عفق عفق نبي صلى الله عليه وسلم يدقوري بركيسان وراغ بضان يعني نبثي سي بركيسانات أيوه نبي كشبه إياه وعنوكي فتلما ضاء وحامل فسدي السبي إلمه دلما يرى عفق وحلو نبعي معانك بضرامي ما قصود دي أن أنت كتكتك كوبا تكتك وحي كدن بي عرب كيسي إياه أفكيسا يوم لفسد عرب كلا راعي إلمه وضرامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأسوه الله كفتما وحيري حب الأنصار تمرة حب الأنصار أنصار شعيل كذا تمرة يجعشها شديد ودريه تمر شعيلا أيوه هذا الشيء يريره سوم ملف زنفيري وكلوي والله كفتما يا وسماه عبد الله نبي قال وحب هي عبد الله أفضل الأسماء وكتما النبي عليه السلام حديث في صحيح مسلم قصنا عبد الله وعبد الرحمن حديث صحيح ويانا في صحيح البخاري ومسلم هذا وكسوية حان لقى هذا يا تحنيقة يا تبريقة يا النبي عليه السلام تواضع عيسى يا المها يرى اللو بارت بركيرا يا سيدي صحابات اي اجعل اي عرورته هذا مقال كوذي مستقبل كوذي في عنا هذا اي اجعل اي جرين ميلا الله لما يشي بركيه خير لجوته كجرته انا لا دونتان نبي يهستين نصيبه يقول هايانو رسولك عليه الصلاة والسلام يهستين ومباركة اسعول بضونا وعويان ارين تاسي نصوص الذي اذا مكلا فيريو تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بالريقي بالك هذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بريقه نخامدي سلام إذا ويسدي سلام إذا آثرت جرات كيس أما أنت مشروع مباح به هاي ويبنى عين أما صالحين تيوح كسواري العلم وضيء أثرت وضيء معها صلاح وضيء وحي وراقي خير يدعو ذا والله بركة سكرة لكن تحني قاية عن رفت وضيء جسدك وذا وحي كصاب سن أنت هسيد نسي الدليل الله ما هيو باب الدعاء في الولادة دعادي أول الدعاء في الولادة ولادة ذا يلما هذا الشيء يلما هذا الشيء إن إلهي الله بريه وآمين ولبالله إلهي الله بريه حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول لما ولد لي علي معاوية بن قرة لما ولد لي مكة لإدلعي إياس رياس إياس بن معاوية بن قرة نكي مكة دم قاضية النقضية أها دهادة كميدة رقى في رأس صدره عقل يذكاها إلهي السيئي وما ما بالله سوقات إيه أمثلة الله سوقات ذكي سي فهم كي سي أقول تيسا قضاه إياس بن معاوية بن قرة ويل كاسا عدى شيء بوليه وإيدا إيدا شيء لما وقته وريد لي إياس اللي إيدا لي دعوته النفارة كوح بانو ياري من أصحاب النبي صحابة النبي عليه السلام والعنطية ولي مدى هو ياري فأدعمته من قوذي فدعوه كاسي الدعيين أو إلهي بريان المهاس إن ما بركيسان أو موهوب كاسي حد هذا شيء إلهي بركيه او إلهي مارتي كل شكريه او نعمه وناق لغا هلو قدقه دعوه دعيه فقلتوا حامل إنكم قد دعوتم ودعيسين فبارك الله لكم الله إني بركي فيما دعوتم وحيا دعيسين الله إني بركي يو وحبركي سنو قدقه وإني أنيقو سي إن أدعو أهدان دعيه بدعاين دعو أهدان دعيه حقاك سوى قادي فأمينوا أمين إدها هداني دعينا أمين إدها أنا وان دعيني أمين إدها وصالحين وأولياء إلهي أولياء الله وي أولياء الرحمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث دعوت الله وحلو دعي بدعاء كثير دعاء بذان في ديني عقل دين تيسا إنه الله بركة يو دين تيسا يقاجي أخلاق ديسا إسلام كيسا وعقلي عقل كيسا وكذا وكذا بركة صوح بذان يشيغي قال حيث فإني أني قبوله وذي الدعاء دي ما نتاويلك أقول دعي بكو أركي إلمه ونوين نقضي إرات كيسية سامين تأكوية لا تدعاء دي بمركة تعليقين وكهد الله حليه فإني لا تعرف فيه وعنكو أقوان صداويلك دعاء يوم إذن ما أنت دعادي أنو دعيني أيانكو أقوان صداويلك أركا مروا بابا مروا بكو أركا هذه حاجة نقطة عقلي عقل بديدة
دينتي أخلاق دي سي وناجيسة دعاء ما أنت أيضا وإذا مقتاب له ولا أقبله إجابة إلهي وأقبله سبحانه وتعالى وأنا بحاجة وحيت سيساء إلهي قريب إنه مجيبة أو إلهي دعاء الداعين تي إذا تبرد وأقبله أو الذي صالحين تو كأقبله أيها الله لقى هذا الأيام وأنا آية من آيات الله إلهي آيات كل قرطة حكم إذا دعاء اللي بريء يبريء دي سي ولا أقبله بريء دي أتبريء ذي أو أقبلي يا كوا أقبلي الله الله كوا أقبلي بركة حجنيسة يقين تي إيمانك حجنيسة صحيح السند والحديث بعض الحكوم سبسيا من حمد الله قفكي إلهي كو حمدي والحمد لله ده عند الولادة للملاك تيدا مركي إسلام تقول للشوء للماء ومغلو إذا قرتي كان ونقضي المهل لأنه سويا متوسا سوي الأعضاء سليم الأعضاء المحمني سائد النبي نبديهين وما يلا عن لهين هدوبا النقضو إن الحمد لله لينا مركابا أولم يبالي أن دل وقل ذكر وحد الشيء يا ويل أو أنثى قبر هيا ويل يا قبر وحبا أن دنسي كسي قليم ما بشي ها نبض ميه هاي وصليم الأعضاء ميه حمني زمان ما يسترين ها الحمد لله ها معي هذه قبرت هاي والحمد لله دو ويل يارو الحمد لله ما كلف اللي بضنا ويل يا قبر متى كو خير بضن كو وانا بضن كو نفع بضن إلهي بايا قانا مركا إينا ضدوب وعاف ما قبان بالويري نبض ويلو ويل إلهي كو حكم هاري صافي عن أي مركي قبر أنا ودنا فرت كوسي هاي صوت ترى لا شيء أبوي نحن نقطع مويل نقطع مس قبر نقطع أو ترى ما حدش ما هذا الشيء هو كوي كده لينا يوم أي حوار يرح كذا هذا الجبر تاعي تربى جواب دق دقاسين ويان أي فرسان وحيالي سربيه مرك قارس كشيء كان وأن مك جبر بين الشيء توصل من هيان وير سربيه ويان وسجل وفهمي مرك وحبا أنت سو معنا كم جرتوا بل الجبر ده على جاب إني كفي عناطه وأنا هبة إلى هنا يدوب كوب اللعب يهب إلى ما يشاء إناثا ويهب إلى ما يشاء ذكور إناثا وهبة إلهي بليس كمية سبحانه وتعالى إن لقنا حماها سيد الجاهلية ذي قالوا إسمين جرين مركي الملا وقوب الشارع قبرة أيوة البهاري جرين ومدو حذو وجي وذو مذوبان جرين وقبان جرين أريد أعرف فالحويان مونا سنة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن بن عباد علماء كتاب كان أدب المفرد الشرح ذي آخر السي كمية أيا قصة عجيبة أيو ننكسو ورين أيا أولي هاي نمبا وحود علي إسلانتيس وحيود شيء أفر قبضات مركي كيشانات أي على شقوة ده أي كيشانات مركي ده شيء كيشانات مركي ده شيء يو وحوم موجيي إن أرين تاك حيوية وسلانتي وقوير عروضي أوجه وبدلي وير مرة بقبر ما دالي قبر ما دالي قبر ما دالي هو ساسو كوير مركا قبر إلهي با أون كيانا ويل يقبر لبضل إلهي با كيانا مسكين تنحبا على شيء هذا وعاوه يا روا أون مستودع مستودع وي على شيء إلهي با أون رحم كاسي وحقوق وقرا إلهي با يقانا ملك با لودرا يا ويدينا إلهي وذكر المنفع ما ويل با مسا قبر مركا سلانتي واو إنه بدري قبر ما نسو تاين تايفير داء اللي حاد بها دانا هي دانا قادي قبر دي داء اللي حاد نوحي نقطة قبر بي نقطة وصرح هذا وحجر قبر دي مادان كام مقلو وضعي ماتو وحاويان وضنوران من أنا عليها سيدا كوة جوغ منه مركا دالي تضباط بها دانا أورو دي دالي تضباط دي أورو دي ولينا عينا وحادارين نجي الرؤيو أركا ورؤيو دي وحكور ريو دي أساقي دونك الرغي قيامه دعاي دادكي فريق في الجنة فريق في السعيرة هذين حقا السعيرة سيقا للا هذي حقا يا نارتي أيا للا هذي الباب كو الرئيسة لها سبعة أبواب ونارتا تضباط الباب بيليدا الباب كوبان مركي اللي جاي قال إلا قال يلا ربو قبر قبله سكاميدا يا لبض قبل تي تاك تبي سكول اكت ما لقى مرا لو هاي شفاعة هذه يبريا هذه بقى الله أقبلي ولا سوق هذا وحالي تنم الباب كنت أنا هرت عجنة ما نقول لي حيو الباب كله بات كي اللي بعدنا قبر قبله كاميدا يا سكول اكت يا ذا كيس الدعاب اللي بالجاي كيس الدعاب توك على سكول اكت كيا فرات توك على سكول اكت تيش أنا توك على سكول اكت تي اللي حد بقى إسلام تقول قف رجال يا هذا سكول اكت الباب كي النار اللي حد مركا كي تضبط يا هذا اللي رأجينه وحنا أوجي هاي جبرت تضبط إنه سنجي هيك عنكو هين الصو مركا نارت إنه لقط ورابة وكله وده ولينا نارت لقط ورين حق هذا الله صو وضوح جبر هو ماشى جرتنا أين الجرين يوندها كلا قادم نحدين لسه بودي نحدين أي لسه بودي هم فرير مركا سوق عم تاج بالله وجرينا هو متى تضبط إنه جبر كدك متى تضبط إنه هو جبر كدك بيجي صار نارت تضبط الباب تضبط أقول بده مركا حويان وفضل من الله والرحمة
بل النبي عليه الصلاة والسلام وكي كشي كينا يليري ننكي لبقى بدوت بربارية أو إدبية أو تربية وحي نقول هيا نارتا يا لقفرتا ولا دفاعا ساسوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن الدكين سمع كثير ابن عبيد ومغلو قال يلي كانت عائشة رضي الله عنها وحيهد إذا ولد فيه مولود حدي إلما الله له يعني في أهلها أهل كذي رير كودي لعائشة وحمين دالين رضي الله عنها عدو ولا عليها دي ولالي قبل أبوي لهاي ولا عليها حدي إلما ودشان لا تسأل من السؤال جرين غلاما ويل مياه ولا جارية قبر مياه من لمين السؤال جرين تقول وحدي جرتي خلق سوية المهم مرة شيء المسوي هو صليم ونبض قرية وحمنيسة لما يسترينها ما يهي فإذا قيل مكي لي رضا نعمها قال ذو حبيه جرت الحمد لله رب العالمين يعني فقه إذا يفهم كذا فيري يا قف إله السيي المصليمة ونبض قرية وحمنيسة لما يسترينها عافي ما تصن وحو شيء وحو قاعد لم يجرون الحمد لله كهن الحمد لله وحان هنا أبنا المياه بجربة حسن الإسناد. طيب إن بدن أو واقع كميدة هو سمارة دقن كذا السوق قولي أما بشر كي تاريخها يا قصصك هو حضن رئيس قبضه إن بدن أي ويلك كفي عن طاو كن يقولش هاي كم دبع سنتها يقولي بحال ظهر مركي أرنت علاس مع الوالد حق يسا إن بدن وحى أود ذلك الصبرة نرك نقي منطقة كنقي سحرة كنقي قديني الصبري توتشيني سريد مريني أفضليه قبلها هو قبلها هو ويلك هذو حصوت طورة ملاها تاجنا ذو إنت بدن لكن waxa u jajjaban waxa weeyaan gabdhaha weeyaan marka kaas aadanta ku jirta gabadhii gabar ba ilaahay inuu noo barkeeyo ilaahay aan ka barina subhanahu wa ta'ala baabun wuxuu ku saabsan yahay xalqul caana caanada oo iska xiro caanada waa timaha hoose la yiraahdo hawla dhakar ya hawla dubur timahaas waxa la yiraahdo caana oo iska jaro iska xiro qaal hadathana sa'id ibn muhammad al-jirmi qaal hadathana yaqub ibn ibrahim qaal hadathana abi an ishaq an ibn ishaq an muhammad ibn ibrahim ibn harith al-taymi عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الزوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري خمس شن من الفطرة شن وحي كميتها فطرة فطرة هو السنة قديمة دي انبياء دم بس كده حلين اين لقات اي تهي قال على على وجوب لقات قال رسول نمو شن تاسي رواية قال لي قال رواية قال تمام بكده حسابه قصو شاريب ساريب تول اسكا قابيو شاروتا اول اسكا قابيو اول اتشارو وتقليم الاظفار عديه اول اسكا تشارو وحلق العانة تباه وصول اسكا حيرو ونطف الإبد كل كشوال إسكتيفه والسواك يعادي شذي الرمي شذي الكول النظيفيه حديثكم ممكن بذكر السواك والمحفوظ باللفظ الختان سيد المحفوظ كوحويان شنطة كشنية وختان كي قد مذوي أما لفظ السواك في هذه الرواية خمسون ومنكر وحاس صحيح في صحيح مسلم قصوا أروري عشر من الفطرة طبعا كوحكمي على السواك سواك طبعا وكبيدي يا كجرا شنطة لكن حديثكم وحاشن كوا ختان كي قد مذا ولذلك ذكر السواك منكر في حديث أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الوقت فيه وقت قال له حدينا يو أرمها جاقة انت مالس كحيرة أو بحوها ديالس كتشراء أرمهاس وقت يمدى إليهين ومرك يمدى إلى القارة وقفك أي تائر ونوضانينا إسكه جاجيو حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قال أخبرني نافع عن ابن عمر كان يحوها عبد الله بن عمر يقلم أذافيره أذافير وحي دهان جمع الجمع دهان ويان أنا الظفر جمع أيضو وحويان أظفار جمع الجمع أنا جمع هذا مرة اللي تجمعنا يا أظافير كان يقلم أظافير وعديس وسكتشر في كل خمس عشرة ليلة شن يتوانها بين مكلا قارة وسجرت ويستعد في كل شهر بل ومر مربو تباه هوسه اسكحير جري استعداد هو حويا حلق العانة بحديد وغيره تباه هوسه واسكحير جري بشي من كلا قاربة حديده سعيد السناد ويان لكن رواية كلا جرت أو رواية أنا صوحهم كذا مرفوع ويهاي ووقت لنا أوليه وحنا نوقت يجي في قص الشهر بتقريم الأظفار ونط الإبد وحلق العانة الله يترك أو يترك أكثر من 40 ليلة أفرت أنا بين كبر يعني لقيت تجد مرك أفرت بين كب أفرت بين كب هذا إنا لقيت تجيب بالي لكن أنت أود عايز لما دي دنا أنت أود عايز أنا تومبري بال وعنا رنت أكون حنا تهاي دتك إذا بعد ساكل الدوان وضد بعد ما دبأ صاب حارو عديه هذا دبأ يصاب حارو بده يربى كل حلقة يبقى إنه غير داهو مركز دتك أي يقاب كأي نما
يحبناه وضع يقران أيكون كردوين باب القمار قمار كي بكسب سين قمار كوا وح حوله كلا قاضنا أيه مراهنا نوالي هذا لبقف يكبر أو حوله كلا قاضنا أيه حولها سقى أنا وح مبادلة أو بيع شراء تجاري على بس نافسنا يا مجرته لا والله العقود يا لا والله حوله وما لس نافسنا يا وح لس كنا نافسنا يا وح مجهول ولا جرنا ينويان قمار وين ما يسر ولا ده ما بنانا حدثنا فروة فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا إبراهيم بن المختار عن معروف بن سهيل البرجمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال وحي نزل بي وحي سومرتي سعيد بن جبير بي سومرتي فقال وحي حدثني ابن عباس عبد الله بن عباس بي ورمي أنه كان يقال ابن عباس بي ورمي أنه شاري كان يقال وحل ديجري على جاهلية قبل الإسلام dadku waxay dhigi jireen ku sheekaysan jireen oo isdhigi jireen macaamil jireen macaamiladan qamaarka ah qamaarkan soo socda ay dadku ku dhaqmi jireen waxaanay ku dhaqmaan qamaarka oo kamid ahaan jiray oo xaraanta ahaa sharciigu uu xarimay markii islaamku uu yimid annahu kaana yuqalu waxa la dhigi jiray jahiliyadi ayna aysarul jazur ayna aysarul jazur away aysarul jazur kuwa geela ku qamaar jiray qamaarka iyo waxyaalaha noocaas oo kale maysarkii iyo استعمال الجري أيساركو وجمع ياسر ياسر كروادتك استعمال قماركة قماركة إيوحا استعمالها وحالها ياسر ميسر بالقرآن إنما الخمر والميسر مركة ميسر كاما لغا هذا التصريف كيسي لقيدين هيا أين أيسار الجزور نيفك قيلة كوي قمار إيو استعمال الجري آوي إيه يقاني قابك لو قماره فيجتمع العشرة طمان با صوك كلمي طمان نبا مركة إيمان أو الربا إن نفكا جيلا يكو قماران وقمار كو عياران وقف دينا قفك اوهات كادا قفك اوهات كادا غالب مغلوب وياني كأدن بيات كادا وحلن سوق هذا نايد فيشترون وحي سوق لنا الجزور نيف جيلا نفكا وينا جيلا قليتان كي هلبك لو تلقى لي يا جزور رير هذا يشترون الجزور نيف جيلا سوق لنا طمان ايواه بعشرة فسلان طمان قرباء بيركو قدنا ايان فسلان كنوا جمع فصيل فصيل كنوا حاويان الصغير من الإبل نفق جيلا متك يرى قربع ينريتيو يا فصيل لها مركا طبان قربع يي وحيلي إنك هش لها يعني كه جذني كو قرمات بحنا يستان إلى الف ساري إلى الف ضامي مركا أي قربع داسي نرجعها سحلي جا أي قران هو يوم كتك قران أيانا لو سيني إلى ومدو إلى الف سالك هو مدو في سالك هو في ضام كي يجري دوي مركا هش أنا كه جذني بعشرة في سلام أنا كه جذني إلى الف سالي بعنا لو سيني نسوك وعلى هيني بركه هلكاس قمار بابا كلي جلد راشان ربا ان لو قمارو 10 كان نبا اسكو بخي ربا 10 كان اسكو بخي waxay soo qaadanayaan qamar sihaam iyo wax ma xuquuq qorqoran yihiin oo meeshan oo gabooyal tir ugu guro la wareejin oo la ruxi hadba midba soo la soo bixin hebel baba xay hebel baba xasi la midba soo hari fayujiluna waxay wareejinayaan sihaam leebti qamar kan ugu qamaray magasay fatasir waxay u noqon leeyahay tisxa barka horeysaba sa dilo rogeyba midba fagal soo si hebel baba xay baleed meeqa soo hadhi sagaal waa lagu celiya hadana mid kale 8 waa lagu celiya mid kale 7 hatta tasira ila wa ila waahid hal nin bay marka u soo hari oo u noqonaysa hashayadeed hashaa dunina helay ninka wuxuu ku helay qamaarkiisii ciyaartiisii xirfadii buu ku helay Soomaa hashina nin baa iska lahaado 10 qurbac buu sugayay fa yugarram yugarram waxaa laga magdhabi al aakharuna kuwi kale fasilan fasilan qurbac qurbac ila al fisal ila laga gaado maxaa gurida فهو كاس الميسر ويان كي يقول هو لك عي هشي بلك عي هشي يب كي يدنا وحال قربا إنه نوى بقرب على الصفر يستو حق يا جا هاي أرتن لقب ذي هي أيال ربانين كي هشي لك سو جهدي قرب بعض يهلا جارسية إلى في ساري ما كل جارو فهو ميت كاس الميسر وميسر ويان حديث ضعيف ويان لكن معاملة بس يصور له نوع عصا ومن صور القمار بكميت هاي إلى هنا واحد حرم سبحانه وتعالى صوت الله حرمنا وعوي على واقع دلم ninki xooliisi la moodoogay mar cid la laga qaatay wax nafci iyo muqaabalo u helay sawan jirin ya xooliisi laga qaadaya qaar ba guriyahoodii waxa laga qaaday qamaarkaas u wadaan ya gurigiisa xataa laga qaadiyo laga taabt laga taabanaya ilaahay waxa xarimay subhanahu wa ta'ala inma yuridu ash-shaytanu an yuqa'a baynakum al-adawa wal-baghdha fi al-khamr wal-maisir wa yasuddukum 'an dhikrillah wa 'an as-salat bi lahilah intas oo uyuuba lagu sheegay in cadaawad ay dhaskeento inay baghdha ay araay keento in salaadaha laga mashquulo ذكر إله إلا كما مشغولة أو هذل إياه وحن وناك سرين ونلو هذل آيو إلهي مركب ونود ديك وحيف هذا أنت منتهون مد أردت مكاريسا مير مكاريسا قال حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال وحكستو مركب عياره
xoolo tilisku dhaafsado xoolaha asaga ninka adkaada qaadan la yiraahdo qamaar la yiraahdo waxaa laga soo reebaa wax ciyaar dhinac ka ah dhinacna loola jeedo maqaasid wanaagsan iyo ujeedo wanaagsan ka jihaad fii sabiilillaahi iyo in lagu tababarto oo kale fardihii oo lagu tababarto wax lagu kala qaato iyo taas wax dhibaata ah maleh taa wax dhibaata ah male way iska bannaan tahay ayib laakiin wixii aan intaa aan ahayn oo nabiga calayhi salaam waa kii laa sabqa ilaa fii naslin aw xaafirin aw khufin dadaxaa ka soo reebay wixii markaa leebta iyo toogta iyo fardaha iyo awrta oo qofka loola jeedi iyo wixii aan ka ahayn ma bannaan oo qamaar bay noqonayaan haddii xoolahu kala qaadanayo haddaa xooluhu kala qaadanaynin oo iska ciyaar iyo oratun ay tahay wixii lahwi iyo cadha iyo dikriga laga mashquul iyo salaadi iyo arrimaha hadday tahay iyaduna xaraam ay noqonaysaa haddii kale wax dhibaata ah malaha iska mubaax ayay noqonaysa حدثنا الويسي قال حدثنا اسم الإمام بن بلال عن موسى والنبي عليه السلام سابق وصارع مصارعا النبي واسمية لجدا أردت النواق عليه رسولك عليه الصلاة والسلام قال حدثنا الويسي وحدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر ميسركو القمار قماروي قمار ويان أو ما الخمر والميسر هو القمار صحيح الإسناد قمار بالعربي وآخر ينقاف في وسط طبعا حديثك الإسناد كي سوى صحيح باب قمار الديكي أو ديكي digaag waa lagu qamaaro laba nin baa laba digaag soo qooriyay soo istaajiyey waa labadan isku diraa la yidhi atxriishu baabanahayo tahriishu bilbahaim oo ka soo maray in xayawaanka laisku diray inay banaaneen digaagaan isku diraynaa kii adkaada laga dhiijiya carara ayaa la qaadan saasay ku heshiiyeen waa qimaar xadaanaa ibraahim ibnu mundir qaal xadaanii maca ibnu ciisa qaal xadaanaa ibnu munkadir can abiihi aabihiis oo munkadir ah oo daciif ah oo xadiidka waxaa lagu daciifiyey ba sababtiisu ay tahay almunkadir binu maxamed إن كان يرادو عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ابن عبد الله أن الرجلين اللمنن يا اقتمرا قماري على ديكين اللي بدي جاكو إلى هايان بيس كدرين ودهين أيه على عهد عمر حلق عمر فأمر عمر وعمر وحو أمر يمد بلقات قالوا دياج اللي قاتي مركز دياج اللي قاتي وكان سلاح لا قادم دونا أمر عمر وحو أمر بقتل الديكة دياج إلا ديلو دليل قورع ويركسي نفتر كسب فقال له الرجل من الأنصار من رأس هذا حكيري أتقتل أمة أمم ميادري تصبح إلهي وتصبح ستة فتركها عمر وأسكدائي حديث ضعيف الإسناد وياه بعض الحكوم سب سيدنا من قال قفك كي يرى لصاحبه تعالى قال وقامرك أن كنا قماري قمار أن عياري يا رب بعض لغا استعماله لو عيارة وقمارك كينا وأقول واحد لي جري وحال استعمال جري مالك حاشدها محوها مقعيها بدن تربكي دبلت بهدنا تمت hadda waxaa timid bahal la yiraahdo carabtada ay dhahaan lucbatu daawila lucbatu daawila oo miisas iyo sanduuqyo iyo wax la kor saari oo alaab kala duwan oo midabale oo lagu isticmaalo lagu ciyaaro qaarkood u lagu tuuro oo xagga xagga loo waxayna la fiirin siyaalo badan ba isku bedeshay hadda waxayba gashay baa telefoonada iyo mobeelada xataa way gashay oo laba kooxood oo kada waxaasoo dhan ba haddii lacag ugu kala qaato qamaar bay noqonaysaa baabu man qaali saaxiibi tacaalow aan qamaar ciyaare afka haddii ka soo baxdo yaaba dambi ah oo itaa qofka inuu ilaahay u toobad keeno oo istiqfaarto oo sadaqa bixiyo xadadana ibn bukayr qaal xadadana layd can cubayda can mishaab bin akhbar ibn xumayd ibn cabdiraxmaan ana aba hurayrata qaala qaala rasuululla sal sl nabi wuxuu yihi man xalafa qofkii dhaarta minkum idinkeedaga mida faqaala dhaha fii xalifihi dhaartiisii billaata walcuza buu ku dhaartay laati iyo cuza laba sano way gaalada caabudaha quraysh bay ahan jirin ama yuhuud buu ku dhaartay ama nasaara buu ku dhaartay ama wax ilaahay keyrkiia buu ku dhaartay falyaqul ha yirahda laa ilaaha ila allah ilaahay keyrkii oo la tacdiimiyey wax asnaamo ilaahay keyrkii la caabudo haddana lagu dhawaaqay maxay keeni caqiido xumo iyo shirki iyo gaalnimo ayay salka ku haysaa marka maxaa lagu badbaadi oo toobadkanka uu noqon laa ilaha ila allah qofka inuu yidhaahdo inuu laa ilaha ila allah yidhaahdo laanu laa ilaha ila allah buu dhaawacay sanam ilaahay keyrkiibuu galay marka waa inuu tawxiidkii soo ceshado ilaahay cibaadada u khaalis yeelo u keli yeelo waman qaala qofkii yidhaahdo lisaaxiibihi saaxiibkiibuu ku yidhi tacaala hebelow ina kici uqaamirka aan kula qamaaro waa qamaar ciyaarre kunshiilinbuu gacanta ku haystaa qamaarkan kunka ka soo qimaar adna kunkaada keenso falyatasadaq kunkii ha sadaqaysto si kale ku badbaadi maayo kunka asaga ahay u mamaaday inuu qamaar ku ciyaaro oo wax xaaraana uu dadka xoolahooda bikayri xaq uu ku qaato baadil ku qaato kunkii uu sadaqaysto umuadir imuu dembigiisa ku badbaadi oo lagu dhaafay u ku toobad keeni saxiix weeyaan falyatasadaqda qaar baa culimada saa ku fasiray waxaa laftirkiisa ulaa ku qamaaru sadaqaysan iyo falyatasadaq mudlaqan ama waxay ahaataba baabu qimaaru lxamaam qoolaydii oo lagu qamaara haddana qowleyda waxa lagu qamaaro labadeena qowley baa isku fiirinayna khibrada u yeedhayna ka qurux badan ayaa laisku fiirin tayada kaa qurux badan tayada kaa qurux badan nin baana kala bixin haddii taada qurux badnaato intaasaa ku siin haddii kale tayada orodkoodaa la fiirin waxaasaa la fiirin waa laisku diri waxay ahaato waa qamaar iyaduna
حدثنا عمرو بن الزرارة قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عمر ابن حمزة العمري عن حسين بن مصعب أن أبا هريرة قال له الرجل نبا وحكيري إنا أنو نتراهن ينتقامر واسكمت نتراهن قمار بان عيارا بالحمامين لبقول لي ينكو عيارا قمار وأنكو ترتنسينا كي أتكادا مركا وحلقا كي أتكادا وحقادا وغالب نقون كي كان المقلوب لقاك أتكادا بو نقون فنكره وحامعينا أن نجعل إنا يلبينو ما دحضوضا محللا المحلل ميت سدحاد إنا نقلنا نحضا نظر وهذه ميت سدحاد اللي سوق اليوري إذا لبضنا العقب تهيسا تكن يكن العقب ويستا لبضنا ترتمي ميت سدحاد وترتمي كسدحاد لكن أسوه وحبا موطه وحبا قدر صدادة والشركة مالها هدي أتكادنا ساقا وحيا ونقاضن هدي لقا أتكادنا وح دوشي ساقا والله وهيستو مجيرتو ساديتا محلل بين قرى عملية دي بي حلالين هذا محلل لها لكن لما قفوا مذو البابا وأجيها إما قارب وإما مغلوب إن حول الله قاتل إنه قاضن وإنه يتهي تا قمار بين قنيسة هديه لكن أجيها إنه قاتل وادع كرتا إنه قف كلا قاتو كان كلا قاتو وادع كرتا كو حوله إسكال يكون حوله إسكال ينبا تاسا مركا محلل اللي إن هذا مركا حوله من سد حاضنا نحن نوز قلنا ووحبان قدر سنوا نعنا تخوف عبسيا كقمنا أن يذهب به إنه لطه وحوله إذن المحلل ومحللك إنه محللك يحوضن قاتل ودي كعب سنين وحبان قدر سنين أيادينا لبدينا ناسكو بحنو فقال أبو هريرة وحوري ذلك من فعل السبيان وأشق عروريد يعيار عروريد وتوشكونا وحاقو ذيهن أن تتركونا كتكتان يعني أتركوا بك أنت كتك ضعيف الاستناد ويا الحديث عمر بن حمزة العمري إن كاسا ضعيفة حسين بن مصعبنا مجهول واي مجهول ولا بدا إلا بوليه باب الحداو للنساء الحداو هستي يو غيرار كي للنساء وينك الله غيراره حداو حلو استعمال حولها حولها الغناء للإبل أيال لا حده جيل الله هيسو بقى جيل الله هيسو عيو سفر لقو جيرو أورتي أي رانت هاي عروتي هوينكي إيو وإذا لسال جري مركا أورتي وي نقاقي وي أردي وي نقاقي وحا خطر مركا جيلا إيا داتك كو جيري قرادة يهودتك كواسا خطر جيلا إيا أما يجي باكو في دنوبة عود كان إنك عامي كو في دنوبة إيان حددنا موسى بن إسماعيل قال حددنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن البراء بن مالك إن كان يحدو بالرجال برا سوو خيل سارا حيسته جيلا اي رغا اورتا اي رغا وتار اي خولها اي جيلا سفريه رغا اي ودان كواس او هيس جيري وكان انجشت انجشت الحبشه سوو وحو هنجري يحدوك او هيس بن نساء هوينك يعني اورتا هوينك اي سارين جيلا اورتا سارين اي او هيس جيري وكان حسن الصوت ان سوق رخصن بوها او هدو هيس هوينك اي جيل اي ودنبا واسلا ودا فهمسنايان فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحو يريا انجشه انجشو رويدك ورترتيب سوقك كحينت هذا بالقوارير أتكحينيس قوارير تمرك هذا وحلا الله وذا هوينك وتشبيه وجلاء عوضي إيو سيدا ينقول يهين إيو الرماها سالوو شبهايا أما النظارة ذو ذي وناقو ذي إيو انت بوان إعكرتها مرك هوينك سألو لجي ذا ونعصر به بويان أرفق بالنساء بلوجي ذا هوينك أدي بري سينا أنا شاذين حدها إيا هيسا أنا شاذين دينا قيلة مرك ورسينا شاذين سونا صوتك وحيمانة يسبرك أورتي إنا الجلتان أو الأردان أو البودان أو قرضي دينا ليس أو هوين كده أي واحد نقدان أو مصور عام تنا لقى بقايا ويتبع يا مركز قرار ديو كله حديث صحيح ويانا في الصحيح مكزوية ما هو الغراء غيري يا هاستي أيك سبسي وحن هاست اللي يراه ذو ضرب كأيو الله صعد على لحن كأيو عتك أول قرحي يا مركع أم هوين هذا هو حرانهم بنانين سامين كوي لنا يا قلبي جه كره علينا يا نوع نفاق ايو دين جري ايو حق حق وقفك ونعاي قرانك او كتغي ايو لبا محبه يا لبا جعل قلبك ما غلان قفك انه هيست جعلاده انه قرانك جعلاده لبداس ويهانو ما دحدو قفك ادو هيست ادو جعلاده قرانك وا كهنيا وا كهن marka wa wa la diiday حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا عطاء بن صالح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن الناس تتبع كمذا من يشتري له الحديث له الحديث اللفظ اللي يراده يعني حد شيء كذا عيارته وحيلا عيارته شيء كذا قفكو انتو كوش شيء كيه قاضو عيار اسكايه معنا بقى اللهين إلا صوقته قلب كل عيارة ايه سا ايه هوينك عيارة ايه الدومها هاي ولا صوقتي ايه ولا صوق كريستي انت بمن يشتري بيسوه ده قرية قال ابن عباس وحكوفة سيال قناة واشباهه وهي سا هي وحي شبهه وضدك يكون في دنوب ايان صحيح الاستناد ابن عباس وحكو راعي صحابة بضان عبد الله بن سعود باكامير وكبر دارتي إن تاعي الغراء عبد الله بن عمر با كاميرا تابعين تا مجاهد إيو عكرمي إيو ضد بدن بارين تا كنت تغي إن أيضا وحكاها ليس أي تاعي هستا أو حاران أي نتاعي ضد كلا أي باديين أو
عذاب قفك لو جودي عذاب أليمة أي لو جودي نعم لأن اللي يضل عن سبيل الله بالي تذكر وذكر لا يكل عيو أيو ربا وصلاة دي والوجر على هاي صلاة فرد يا ماشر يا اللي تورية أو رجي هواين كبا اختلاط وده حيا أو غريزة رجي هواين كي شو ذي بها كعيسة أو ماشى حمام بكم مقنيس أو هذا الله ونسي ما الواحد لا يا وعصو نبى وي وحوي يا شرعي وحرمايا وحرمايا. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان ابن عبد الله النهمي النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجري أفشوا سلامة سلام تفافية تسلموا ونبت جليسان محبة الشعال بإيمان إيمان كما حوى اسمي جنة سألوا قلي ونبت جليسان والأشرة أشرة وقوق يوهي كيري كرا عيارها قفك وكوقوق اسقاطقاتك شر شروي قال أبو معاوية سوحي الأشرة العبث وعيارت عيارت أنا كهيساها كميدة إيو قوبك قراعة إيو لحنك إيو عبادك قروح صن إيو وحادتك قلبي يسيو حمانتك كطورة إيو حق إيو وناك كف كل حين إيو وحاس ويان حديث وحاس ويان مركب بريد الزينة أنا ويدي رهدان نبت النفاق نويدهان وينبت النفاق منافق نبو صوء يقول قلبي يقول لليه قلبي يقول لليه. قال حدثنا عسام قال حدثنا جرير عن سلمان الألهاني فضال بن عبيد وكان وحوها مجمعا من المجامع بها مجمعا من المجامع مركا وصوم الرسوم لفظيا كان مجمعا سد أحد الحديث بما حقصه مري باب الغنى واللهو حديث سد أحد إيو لبك على الشرع يوه يا باب حقصه قادنا مركا حق علمي يا قونت يوحو الجمعية إني تواني أكرتها فبلغه عسو قال عبيد فضال بن عبيد أن قوما ضد يلعبون إن عيارا بالكوبة كوبا إيو نرد إيو نرد الشير إيو وحاصلنا كعب إيو كعب وحاصلنا واسكوذا معه واسكوذا نويهين اسكو ميدو ويار اسكو معانا وكينا يان كوبو عيارا وحيالا دبلدو وكالئي ميدا بضا له عيارا فقام غضبانا فضالة الله شهر وحالي ضد باو عيارا يان كوبا فقال فقام ويستاني فضالة غضبانا سوا عريسا يناك الريب عنها الركاس أشد النهي نهي الدرنب كالريب وحيلا رنتا وارن حرانا ومبنانين كيف هذا ثم قال عيرا لا إن الله عبا متك عيارا بها كوبا يا نرد الشيركة ليأكل وحونا يا أما ليأكل إنو عنا لانك وحوصنا من وجرة ليأكل ليأكل إنو عنا غمرها وهاي صوصارتي عيارتا يضا وحلو كالقاتا إنو عنا درتي إنك عيارا يا كأكل لحم الخنزير هل بدو فارقف عنايبو لميدي هاي ليأكل هذا في عن إنو عنو عيارا يا عيار اسكال عقلانا ما هي قمرها وحي سو صار تربا انو عنا قمر هو ريحه ايو ثمرها ايو منها وحي سو صار سا قمر اللي رهداي كاكل لحم الخنزير هل بده فرق عون ولا ميديه هي ورجزي الى كما عربي ومتوضي ام الدمي قف دي كويس يستيب ولا ميديه هي سار واقش وسقيس يعني بالكوبه كبر وحي وجد النرد نرد الوالدة كبر والدة حديث ضعيف وي ورا سو مره ذكر. طيب باب وحكم سبسي هي من لم يسلم قف كان سلام على صاحب النرد dadka turubki iyo meelaha dubladdi iyo mid hadda lagu ciyaaro miisaska maxay magacaad maxaa la dhaha ee la toogto ya magac bay u sheegayduna ha baasha sala dhahay godadka lagu riday saas loo yaa ya waxay tahay buu la fahmay baabu wuxuu ka xasalamay باب الحكومة ما لم يسلم على أصحاب النرد ده كان نكاح سلامين بق وسلام بق قورين فرح بق قاضي وحلا سلام ما مطان ما مضان ما مضان إلا سلامه ساسكو هذا وهذه التعزير وقد رأي الوعى أنا أنا أيوة هجرة أي تهاي يعني كسر الأحضان كسر النقضان أيوة أركان دي خير كي ده كورا سرا أي نعان ويجويان ودايريان لا لا أركو ويان أما أنت اللي حبسه لو قدر إلا لا رجع مصون الله بحالين. حدثنا عبيد الله بن سعيد عن القاسم بن الحكم القاضي قال أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوسافي عن الفضيل بن مسلم عن أبيه قال كان علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب وحوها إذا خرج من باب القصر من قصبه الباب كقصرية يعني قولي من تحته يد مدح لك هاي وجوري مركو علي بن أبي طالب مير المؤمنين بهاي وقصبه فراء أصحاب النردي وارك كوان أصحاب النردي ما له فردية عيارة يا ويجي هو الشرقي وحبال عيار الجري شحيه انطلق بهم انتو آذوا فعقلهم وذا حرج الجري وحرج عقلهم وقبل جري من قدوة لقب الله بأرور إلى الليل إلى هبين كي بكجر جرين فمن محاكم إذا من باكم إذا يعقل الحري إلى نصف النهار كو حاجة نصف النهار كل حري نحن سعب لسودين كو أنا قبل كأودعي
قال وحجر وكان الذي متك وحوها يعقل لحر إلى الليل إلى هبينك متك حناني هم الذين واقوها يعاملون أي يقامرون قمارك عيارايا يعاملون معنا يقامرون ويقامرايا بالورق العقبك ولا قادران في الضئي العقبك ولا قادران قمارك هذي كوا الدم بيقول وعلوزيهاي إلى هبينك ودم بيكجرايا مالتي إلى هبينك بيكجرايا وكان الذي متك وحوها صونا هذا يعقل لحر إلى نصف النهار ما أنت نسك هذا متك حنانا الذي واقوها يلهون بها كعيار يؤن عيار عيار أمي أوجدان وقت مو مسويين العد يحبكم منك لقاذان يحاله وكان يامر وحمر جير علي ألا يسلموا ضدك إلى السلام عليهم كركوا السلامين أبو ديش هذيك ضعيف ويانا القاسم بن الحكم عبيد الله بن الوليد إيو نينك اللي يرى هذا لما ضاس بوا ضعيف لما ضاب ضعيف ويان نينك اللي يرى هذا الفضالة الفضيل بن مسلم أسوأنا مجهول ويان جهلك سوان لا بد أن ضعف بكل زور كأنه مجهول لما بيقع عنه. قال رحمه الله بابه إثم الله إبى بالنردي قف كالنردي يا ردم بجيسة نردي هو وحص بالله أن يرير كه مذا بدل الغي اللي يلا يلو عياره هو سوى يا نردي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد من أبي هند أنا أبو موسى الأشعري أنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا إبى بالنردي نك عياره ترب أما الدبلدي وحياره فقد عصى الله ورسوله إلى الرسول أبو عسى قف كاسقة لما كان قادن أما حولك قاد ما كو قادن عيل عداوت يا بغضاء أي كين يقرأ لا يقف كمشغولين يسا يا صلادي يا ضاعدي يا خيرك نعم شيطان كان ما ردتك سود رايا حسن يا حديث وحسن لغيره أحمد يا أبو داود بن ماجر بن صارن قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إياكم دلو حين قدها يا وهاتين الكعبتين لبضن كعبتين جمع كعبة أما كعب وكعبة كعب يكعب الله بذا ومفرد كذا ونقول كراي وما الله مركا مذبلوه سبب الشيء دور الموسومتين لعلامي موسومتين لعلامي وعلامي مذبو بهل برا ماشى أنا لباب برصدح برا ماشى كلا مذبوي له ذهاي اللتين الله بذا صو يزجران لك حيو أو كقول كقول يا راي أي أحد من الأريد أريا يا أوك حيا يزدرون الأريو زجرا أريد أنك عيارة يبقى قف عيارة يبقى أريو هذا مالدي هذا مالدي هذا مالدي فإنهما لبضاسي من الميسر بكبدين ميسر كذي لا يحون كيس واحد يدي خمرة على السرعية أو السكح لي حديث كل صحيح ويان قال حدثنا محمد بن ابن موسى ابن يوسف وقبيسة ابن عقبة قال وحيد حدثنا سفيان الثوري عن ألقم بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أبيه بريدة بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب أنك عيارة بالنرد الشهيري نردشير ولا نهاية ولين ري فارس وبقر هابا وحن لي يميد ومقعي ساسا لو مقعدري فارسي قاسي بقر كيف فروس كها فكأنما لنك عيارة فكأنما سبغ يده كعميزة سوى تيم بيه بيلمتاي في لحم قنزير دوفار هيرب كيس يو دمه ليجيس وحقرن ولا غير غسد ويان دوفار هيرب كيس يو ليجيس وفرها اللقر أي لمتاي وضل كي يغسلنا وقف كي يغسلنا حمانتها كفو قادو أيلا صلى مده حسن ويا حديثكم صور في صحيح مسلم وصور الطريق قال هو جريه وجهك لكو يمت وجهك لكو يمت قال حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني النافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد نك عيارا فقد عصى الله ورسوله إلى الرسول هو كعاسيه حسن لغيره وياك باب الأدب إلا إدبيه وإخراج الذين كوين لصاره والسكودر ادبن يبحن يلعبون بالنرد عياره واهل الباطل يدك اهل الباطل كا ان لفوغيو لعيريو ان لو سو دويسدين فساد بي ودانه ودك بي فسادين او سامين بكو يلان يا ردي عدي عرورتي سو دخلان سامين بكو يلان حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان هو اذا وجد احد من اهله قف اهلكيسا كميده هدو هلو او يلعب عياره بالنرد عياره يندشير ضربه انتو قراعو وكسرها يدل تجبنج وقراع جري وحي يقلب كنا وكجد بنشر وآلات كله يعرض منكرات الله استعماله إلا بربوريو أبنانتهاي واحدة معنا وكرهت ما يسنا مجرد الله بيجدش بسيه مكت كاني مجرد وفعل هذا بحسن كرين وارين تاعينا نجرين تطبيق وشريعة ارين تاسوا مرك إكره ويانا وصبين كرتان هو أسكبحن لكن أصل الشرع هذا الله بندقه وحما ملاقفك أسقع هم ملاها قلب كي موسي كذي إيو يقفك كرهيق ذي يدربان كي وحي وسكو قراعة جلم جلم كها وحما ما ليس عليك ضمان هز عليك ضمان قف كي مرك إلا يدبيو لا قراعه دتك سلطه كله هو والدك الميسي قراعي ما حد يو رعيده ادبيو ارمها زوي
لكن قف كان ود يقعنقات أنا محبك كين هذي لا وقعنقاتنا تو كدرن بابا لقول بفر ما دبته كوي بابا دلمبا قف كاسا قعن لورد مهية إنكار المنكر باللسان عفكو كو إنكيري وحوا حرام ولا يكبقى أيوة ليه تعرفت كذي لاسي قا لاسي مرتي رعضة ضال على قاب طو دبته كسر قرد وكبقه أيوة من قلبك كي إنكيري وأنا كت وكبر النقن صدق على مراتب إنكار المنكر بالله مراتب إنكار المنكر منكر كل إنكار. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها وحاسوا قال عائشة أنا أهل أن أهل بيت في دارها أن أهل بيت رير في دارها دارتي ذدقن أقريها إذ كجرت قل كاملة ويمعنها أهل بيت قل ذدقن دارت قل كاسنا في دارها دار عائشة عائشة دارتي ذي رير كأقريها ذي إلا أججرا كانوا سكانا فيها ذدقنا ماشا أيها ذدقنا عندهم اكتوا انو يهيلا سوغاري عايشه وحا سوغار عندهم نرد قولك هذا ددك كو جيره يغرو غاداسي نرد شير بك يا رملي ترب بك يا ران فارسل اليهم فريمي ودرتي وحيت الا ان لم تخرجوها هدينا بحين وحا سيارتاس نرد شير كنبي وحرمه لنهي هدينا بحين لو خرجنكم وانا ساري من داري دارتي وانا بحين ان كره وانا ساري واكر ذلك عليهم وان كنكرتي مره وحا ويان وحيالها إنكار المنكر كي تغيير كي كميتها هاي غفك هدو أود ليه وحيلو الزوري وحيلو الزوري انكالا قريسي قريسي الوعي رايه ورقري ايو حاجي قدائي ما أركي كاريه شب واسقونا ماذا هده يديوه ايه وارسارا ايه انا ما انا سمينا ايه تراسي دادك قار لغي سوء الوريه داد باليه هوتيل لغو دي ايه لو جيمو دو دال يرورو حاسا متواتر نغضي ايه انتاسو حمانها دي كلي فاعشدي ايه دي لا بقف اجنبي او كسي قلقلي او كسي قلقلي وامارات يا قرائن حن وي تاسا دنبي ابا كو في رمى مركا لا شيغي لا جيري وحو يير ما انغا وخا سمينايا انا ول عق من قاتاي طيب فهم حمدي كميتا شرعي لا فهم سنين يا ابا يال دريدا يا الدنيا سدا لو قيمنايا الله لو عبسين سبحانه وتعالى وخا مركا غريها لو سمينايا قفكا غري اسكله ود بوله انو بدلو او زوريو دي كان انتو صلافيو دات كفي عرو وخ وناسن حلال كو استعمالي ايوب هلي كراي حديد وخا سويان طيب أثر ويان. قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن كرثوم ابن جبر قال حدثني أبي قال حضبنا ابن الزبير بن أخذ بي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حلو أميرها هذا جرته مدير كوبا الله بيعين تلقى لي أميرها أمير المؤمنين فقال وحوذ يا أهل مكة رير مكو بلغني وحي سوقاري عن رجال الرق من قريش رير قريش وحي سوقاري يلعبون إن عياران باللعبة العيار يقال لها ليرا لأمر دشير ليرا ونن كاسي فارسي قال له ما دري وكان وحوها عبد الله بن سبير اعصر اعصر بوها اعصر كواقف الشمالي اللي يراد بيدحته كشقيه بيدحته ما قبطه بيقول قرنا قرنا وقرنا وكان اعصر قال الله مركز عدلك بوسي ولا وكان اعصر واسك جمله معترضه قال الله الهي وحو جرينا ما الخمر ولا ما يسي ايدي مركز اخريه واني انا احلف بالله ما قدرتي لا اوتى لي مكان بالرجل لعب بها عيار النردشير الا عاقبته والعقابه في شعر تميز وبشر تركيس أما تبع على غيره على غيره فقطتمي أما جل كيز على جراعي أعصر بهدي وأعطيته سلامه ألا بتيسير أنت لا يفرطوا على وهو تعلم يا وحصيرة يا لمن أتاني بيقف كي إيكينا قف يقف نرد يا رايا إيكينا أصلاً هو على جرا يا راي تبع يا جل كواحد على جرا عبا ألا بتيسير أنك كيانا بالقوة رجينا بالجد وغادي هو في عنتها هاي أرض حديث حسن ويان ربيعة أثر ربيعة بن كلثوم نعم أنا أثرت وحسن وربيع بن كرثوم يا أبي هنا أبو صدوق ويا أستاذ حسن كن نغضي أستاذ حسن كن نغضي طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد بن أبي أمية الحنفي هو التنافسي قال حدثني علاء أبو مرة قال سمعت أبو هريرة كما قال في الذي يلعب بالنرد قفك عيارايا قمارا قمار يعني قمار وحلوجه إذا نردك عيارايا كو لبا قمار ويان وحوله يزبحوا كو عيارايا العقب كو عيارايا حوله كو عيارايا لبا دبيوي كالذي كيبو لمن يكون عن لحم الخنزير هرب دوفار عنايا والذي ك يلعب عيار بي اسك عيار من غير قمار قمار لام اسك عيارايا وحكم قادناي واس عيارايا كالذي بولمد يغمس يدو غعنتيم في دم خنزير دوفار ديغيس عندك شدي والذي مثل يجلس اسك فديا عندها ددك عيارايا اسك فديا وداوانايا ينظر اليه وفيرسلايا ونكريا وقتي سوى كل من يلا وقربا كالذي كيبو لمدي ينظر فيرنا إلى لحم الخنزير إلى دوفاري بجرة ذي كوان كوذب رحتاقية ضعيف الإسناد قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع
عن حبيب عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي عن أبي عن عبد الله جد كوكا جد عن جدي مش ليجري الغوش شريبة عن أبي عن جدي مش ليرامو صراحة عن عبد الله بن عمر بن عاص ويجدكو قال وحوي عبد الله بن عمر بن عاص الله عب بالفصين حصام الري بالكعبين كعبين يا فصين يا النردين واسكو هذا مت فصين كا وعاش سجى النرد جا وحوله هاي سيدا فرجش يا فسكي سوا كلام يلا براء براو براو يا موسمتين وصامر علامه ليه براو ليه بركة بالفصين قفك كعيارة لا بد النرد قمارا قمارا حارق قاضا كأكل اللحم الخنزير هنا بدو فقف عن أبو لميدي هاي والله عيو مثل سك عيارة بهما لا بد سك عيارة فصين كا وسجى لا بد سك كده عيارة كوا كلا لا كلا ليه نور بقلب كيساس كلا رب نجايا كيل لقاعد كلا الأركي غير قمار قمار سماه العقمة قاضنا هاي كل غامس أبو لميدي يدو عند سجل في دم الخنزير هنا بدو فار حديثك سيئ الإسناد ويان والله أعلم بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.